السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت واحدة من أهم فرقها العسكرية الخاصة بها نحو العراق ونحو سوريا، والفرقة التي نتحدث عنها اليوم هي الفرقة الجبلية العاشرة، التي طبعا هي تتمركز في قاعدة يطلق عليها فورت درام، والمتواجدة طبعا في ولاية نيويورك الأمريكية. في 48 ساعة الماضية جاءت التفاصيل عن أن هذه القوات الأمريكية وتحديدا هذه الفرقة العسكرية قد تحركت باتجاه العراق وباتجاه سوريا بهذا الشكل. كذلك أوساطا تحدثت وأكدت أن العراق وسوريا هي المعنية بهذه المسألة، بل كانت هنالك مقاطعا مصورة أساسا للاحتفال واحتفال ذهاب هذه القوات واستعدادها للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذه لقطات طبعا من طبيعة هذه الاحتفالية والاستعداد الكبير لهذه الفرقة للتوجه لخوض مهام مهمة إن كانت في سوريا وإن كانت في العراق. وهذه القوات ليست بالغريبة أبدا عن منطقة الشرق الأوسط، لا أبدا، بل هذه واحدة من أكثر الفرق انتشارا مقارنة بالعديد من الفرق الأمريكية الأخرى على مستوى، حقيقة عندما نتحدث عن العراق أو عندما نتحدث عن أفغانستان بحسب التسجيلات الخاصة بالويكيبيديا، أكدت أن هذه الفرقة تحديدا انتشرت أكثر من 20 مرة في العراق وفي أفغانستان. بالتالي ليس هنالك شيئا غريبا عليها، خاصة وأنها خاضت العديد من العمليات العسكرية إن كانت في أفغانستان وإن كانت أيضا في العراق. ما الذي سيجري يا ترى، وما الذي ستفعله هذه القوات؟ هذه القوات في حقيقة الأمر ستنتشر كما تحدثنا في سوريا وفي العراق. 2500 عنصر هي التي ستنتشر في البلدين ولمدة 10 أشهر، وهي تأتي أساسا من ضمن عملية العزم الصلب، أي باختصار أن مهمتها الرسمية هي محاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلدين. هذه المهمة الرسمية الخاصة بهذه القوات، ولكن مصادرنا الخاصة أكدت بأن هذه القوات أساسا هي ستكون بديلة للقوات الماسكة للأرض الأمريكية إن كانت في العراق وإن كانت على المستوى السوري. ستبقى لمدة 2 أسبوع مع القوات الماسكة للأرض لتتسلم المهام منها، وبعدها يكون هنالك استبدالا، وتتمسك هذه القوات طبعا بهذه المناطق، وبالتالي طبعا هذا هو الذي سيجري. الأمور تبدو روتينية، تبدو عادية، ليس هنالك شيئا غريبا في هذه الأنباء. ولكن ما هو مثير بهذه الأنباء لهذه القوات تحديدا التي نتحدث عنها هنا، القوات طبعا والفرقة الجبلية العاشرة، بأن هذه الفرقة وانتشارها، هذا النوع من القوات، هو يأتي متزامنا مع أنباء مثيرة نشرت في نفس الوقت لانتشار الأنباء عن توجه هذه القوات إلى العراق وإلى سوريا. أنباء تحدثت يوم أمس عن أن طائرات F-16 الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بإرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط، وبأن نهاية هذا الأسبوع ستكون منتشرة في الشرق الأوسط. الأسوشيتد بريس طبعا هي التي نشرت تفاصيل انتشار هذه الطائرات، وهذا يعود لأسباب مهمة للغاية كتحدي للولايات المتحدة الأمريكية. واحدة من الأسباب التي ذكرت طبعا في الأسوشيتد بريس هي أن روسيا وإيران وسوريا تتعاون بشكل مكثف من أجل إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من الداخل السوري. والبريكينج ديفنس أيضا أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية كان قد صرح للبريكينج ديفنس في 48 ساعة الماضية عن نفس الأمر تماما الذي ذكرته الأسوشيتد بريس، وقال الآتي: مع تقارب روسيا وإيران من بعضهما البعض، فإن هنالك مصلحة من كلا الجانبين لإخراجنا من سوريا والضغط علينا لمغادرة سوريا. وطبعا هنا بأنهم لاحظوا بأن الآن روسيا ممتنة جدا من إيران لأنها أرسلت الطائرات المسيرة لها واستخدمتها بشكل فعال في الداخل الأوكراني والعديد من الذخائر وغيرها، والتي استفادت منها وتعتبر الآن جزءا من الاستراتيجية المهمة لروسيا في الاستخدامات لهذه الطائرات المسيرة. وبالتالي بالنسبة لروسيا الآن هي تريد مساعدة إيران على ما تريده أيضا. ليست المسألة أن إيران
تساعد روسيا، وبالتالي ما تريده إيران كما هو معروف هو إخراج القوات الأمريكية ليس فقط من سوريا وإنما على المستوى العراقي، لأنها ترى بأن هذه القوات الأمريكية تشكل خطرا على أمنها القومي. والآن الحديث بأن هنالك تعاونا كبيرا بهذا الاتجاه بين هذه الأطراف لإخراج القوات الأمريكية، وبأن هنالك أساسا لديهم معلومات بأن هنالك استهدافا مرتقبا تبحث عنه روسيا سيأتي ضد طائرات أو إحدى طائرات MQ-9 ريبر التي تستخدمها القوات الأمريكية أساسا في استهداف تنظيم داعش وقياداته في سوريا. تريد روسيا تحقيق هذا الاستهداف ضد هذه الطائرة المسيرة بشكل خاص، لأنهم جربوا هذا الأمر في البحر الأسود عندما قاموا بفترة ليست بالبعيدة أبدا بإسقاط إحدى طائرات MQ-9 ريبر التابعة للقوات الأمريكية في البحر الأسود. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئا تجاه هذا الأمر، لم تكن هنالك ردة فعل قوية، وعلى هذا الأساس بدأوا يخططوا للقيام بنفس العملية ضد إحدى هذه الطائرات المهمة والاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في العمليات الجراحية طبعا التي تأتي ضد تنظيم داعش الإرهابي على المستوى السوري. وكانت هنالك عملية نوع من الاشتباك من قبل القوات الروسية والطائرات الروسية تجاه طبعا طائرات MQ-9 ريبر الأمريكية في سوريا تحديدا مؤخرا، وكان قد نشر حقيقة التحالف الدولي تفاصيل أو لقطات من طائرات السوخوي 35 من طبيعة حقيقة إذا ما ألقينا نظرة على هذه الشاشة الكبيرة أن هنالك السوخوي 35 والتصوير يأتي من طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية تصورها وهي تقترب منها بشكل خطير للغاية في سوريا. هذه اللقطات في سوريا كما تحدث التحالف الدولي، وهي قد تمت في 5 يوليو تحديدا إطلاقات عديدة وغيرها، اشتباك خطير للغاية. وهذا طبعا ما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي دفعهم في نهاية المطاف أن يفكروا بأن علينا فعل شيء. هنالك محاولة اشتباك خطيرة، يبدو أن هنالك ردة فعل تبحث عنها روسيا ليس فقط على المستوى الأوكراني وإنما على مستوى أيضا الشرق الأوسط. ولذلك هم اتخذوا قرارا بإرسال طائرات F-16 إلى منطقة الشرق الأوسط لردع طبعا روسيا ولردع إيران من التفكير بإخراج القوات الأمريكية الموجودة في سوريا والتي يبلغ عددها 900 عنصر على المستوى السوري. وكما نعلم بأن إن خرجت القوات الأمريكية من سوريا فإن القوات الأمريكية الموجودة في العراق لن يكون لها عمقا طبعا جغرافيا، وبالتالي تخرج منهم في سوريا ستخرج أوتوماتيكيا مع الوقت القوات الأمريكية الموجودة في العراق، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة. لذلك هي على وشك إرسال هذه الطائرات نهاية هذا الأسبوع، وهذه الطائرات ستعزز من وجود طائرات A-10 وورتهوغ الأمريكية التي نشرت بعد أن قامت الفصائل المسلحة المقربة من إيران بقتل أحد المتعاقدين الأمريكيين الموجودين في سوريا بتفاصيل نشرتها العديد من الأوساط الأمريكية التي قالت بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق أطلقت طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لقتل طبعا هذا المتعاقد الأمريكي. وكانت هنالك ضجة كبيرة واشتباكات كبيرة، ولكن A-10 وورتهوغ دخلت إلى هذه المنطقة، وطبعا F-16 الآن ستدخل للمنطقة من أجل تعزيز هذا التواجد. وأيضا أنهم لاحظوا بأن الإيرانيين وتحديدا على مستوى المياه يتحدون الأمريكيين بشكل كبير، نتحدث عن بحر العرب أو مضيق هرمز أو حتى الخليج العربي، فلاحظوا بأن هنالك أكثر من مناسبة قامت البحرية أو الزوارق الإيرانية بمحاولة احتجاز الناقلات النفطية أو ناقلات الشحن الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي في مضيق هرمز وغيرها، وبالتالي هم أرسلوا أيضا طائرات F-16 كما تحدثت الأسوشيتد بريس من أجل أن تحقق الردع الكافي لإبعاد الإيرانيين من التفكير بأي اتجاه للذهاب بهذا الطريق. وبالتالي نحن أمام توقيتات مثيرة للغاية، التوقيت الذي نتحدث عنه أنك أمام إرسال نوعية قوات ليست بالعادية أبدا، صحيح على المستوى الرسمي هي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن أيضا أنت أمام
تحدي استراتيجي كبير. على أساسه أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس التوقيت طائرات F-16. وهذه المسألة هي ليست مثيرة لنا كمراقبين أو كإعلاميين، لا أبدا، هي أيضا كانت مثيرة للغاية بالنسبة للفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا بشكل خاص. هنالك استنفار كبير للفصائل هناك على الحدود العراقية السورية وتحديدا على الداخل السوري الذي تحدث عن هذه الأمور هي الأوساط السورية. على سبيل المثال صدى الشرقية التي قالت بشكل واضح ومعلوماتها تحدثت بأن الميليشيات الإيرانية، هذا ما قالته طبعا صدى الشرقية، استنفرت كافة عناصرها في محافظة دير الزور، وورود أنباء عن عمليات تحرير ينوي التحالف الدولي تنفيذها بالتعاون مع القوى المحلية في سوريا. وهنا المقصد والحديث عن قوات سوريا الديمقراطية قسد هي التي ستكون على الأرض والتحالف الدولي سيكون على الجو في مواجهة هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. هذا ما تحدثت عنه صدى الشرقية وما تراه الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا بأنه سيحدث، وسيحدث تجاه ألبو كمال ودير الزور بشكل عام. وكانت أيضا من تحدث عن هذه المسألة هي وكالة عين الفرات، تحدثت عن نفس المسألة تماما عن نفس الأسباب، بل قالت إن هنالك استعراض للفصائل المسلحة المقربة من إيران في داخل ألبو كمال بهذا الشكل. وهذه واحدة من الصور التي طبعا نشرتها وكالة عين الفرات بهذه الطريقة للاستعراض الذي رفعت فيه أعلام النظام السوري وكذلك أعلام إيران وأعلام فاطميون الفصيل الموالي لإيران الأفغاني طبعا بكل تأكيد. بل كانت هنالك لقطات مصورة لهذه الفصائل وهي تستعرض بهذا الشكل في ألبو كمال قوتها، لأنها بدأت ترى ومعلوماتها الاستخبارية تتحدث أن التحالف الدولي يهيئ لشيء ما هو وقسد لمواجهتهم. بالتالي توقيتات مثيرة، معلومات مثيرة، كلها قد تعني بأننا أمام شيء ليس بالعادي أبدا في الفترة القادمة على مستوى الشرق الأوسط.